بس لا، انا بتكلم حتى على مستوى الاسعار، السلع ده اللي يهم المواطن. المواطن عايز كل حاجه النهارده تنعكس على السعر، يروح يلاقي السعر النهارده، الاقي السكر، هروح معرض اهل رمضان زحمه موت موت، في ناس مش عارفين من الزحمه، موجود كل حاجه فيها طبعا بس زحمه رهيبه جدا. كويس، ما بقولش لا، كويس، بس كل حاجه موجوده، اطنان من السكر موجوده، اطنان زي بقول لكم كده، اهل رمضان اهو، مدينه نصر قدام حضرتك، اطنان من السكر موجوده وب 27 جنيه كيلو، ومحدش يقول لك خد كيلو ولا اتنين اللي انت عايزه، بس زي ما حضرتك شايف كده، شايف المشهد على كل حاجه. شيل، محدش يقول لك ما تاخدش، خد حضرتك، ادي ما شاء الله، وادي مشروعات الخدمه الوطنيه، وادي امان، كله موجود، كل الشركات موجوده. شايفين الاقبال على المعارض اهل رمضان؟ الدوله لما عملت حاجه، عملت حاجه تاني بقول للناس، في تخفيض بجد، في تخفيض عن السوق، يعني حتى لو 5 جنيه، لو 10 جنيه، لو 20 جنيه، في حاجات بتبقى اكتر من كده، في حاجات فيها انخفاض 30 و40 جنيه عن السوق، انت اولى باي جنيه انخفاض، اي جنيه، وروح وممكن يعني تتاخر شويه مش مشكله عشان تاخد حاجتك. ولكن تاني بنقول محدش يخزن، خد احتياجاتك بس. ادي الدقيق بكام، ادي المكرونه بكام، ادي عروض كتيره جدا، كل حاجه موجوده، مفيش حاجه مش موجوده، كل حاجه رمضان موجوده، اللي عايز بلح هيبقى موجود، اللي عايز يميش كل حاجه رمضان موجوده، وموجوده بقول لكم اسعار، لانه شركات كتير طرحه وانواع كتير، وبالتالي انواع مختلفه، هتلاقي هنا بسعر وهنا بسعر، خد اللي يريحك، كل حاجه موجوده، مفيش حاجه مش موجوده، اللحمه هنا موجوده، فراخ موجوده، اسماك موجوده، كل شيء. شايفين الناس؟ تاني بقول ده مهم قوي، المهم عايز اقول لكم، مفيش حد اسمه اروح ما الاقيش حاجه، لا، هتروح تلاقي لو بدات حاجه عليها اقبال، بتلاقي عربيات بره واقفه بتنزل على طول، سكر موجود، رز موجود، اي زيوت، كل انواع الزيوت، يمكن 20 شركه ولا حاجه زيوت عارضين كل الانواع، وبالتالي سعر اللي بره هينخفض. ما انت النهارده بتروح فين؟ انا جيت هنا. اللي بره كمان لازم ينافس، فلازم ينزل. ما هو عايز الحاجه اللي عنده تتباع، فغصبا عنه هينزل، وبدات بالفعل في بعض الانواع تنزل. الهدف النهارده المواطن. كل اللي بيتعمل ده في اخره ايه؟ المواطن. وانا يهمني المواطن ينزل يلاقي حاجته، ويلاقيها بجد، ويلاقيها رخيصه، وليها بسعر في متناول يقدر يدفعه ويقدر يشتريه. اللي عايز كيلو لحمه النهارده قبل دخله رمضان يقدر يجيبه، اللي عايز فراخ يقدر يجيب، اللي عايز اي حاجه يقدر يجيبها النهارده، واحنا داخلين على رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين، بعد كام يوم. وبالتالي النهارده نقدر نتكلم على يعني دوله بتعمل ده، تكتر من ده وتزود، والمحافظات كتير، ونعمل، وانا شايف كل المحافظات النهارده شغاله على هذه المعارض. ولكن تاني قلت قبل كده وبكررها، ما تنسوش القرى، ما تنسوش القرى، القرى تناديكم، أنا بتكلم قرى مصر كلها تناديكم، السادة المحافظين، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من فضل حضرتك وجه السادة المحافظين يودوا القرى، ليس المدن فقط، الشوادر وأهل رمضان مبقاش في المدن بس، ودوا القرى، اعمل شوادر في المدن، في القرى أقصد، ودوا عربيات المنافس ويبقى عليها كميات، لان القرى ايضا في حاجه الى يعني هذه الانواع، ايضا حقهم علينا انه احنا كمان بنروح لهم، حقهم علينا ان احنا يعني نبقى موجودين ونودي لهم زي ما احنا بنودي في المحافظات وفي القاهره وغيرها وغيرها، نودي كل محافظات الجمهوريه ونودي كافه القرى المصريه، بن 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 بنبقى موجودين في القرى. وبالتالي مهم يعني زيادة هذه المعارض على مدار الأيام الجاية قبل حلول الشهر الفضيل.